حميد حاليا في محمد علي محترف في فرنسا درجة تانية، وقبل كده كان في هنداوي محترف والطيار محترف. انت عقدك لسه مستمر مع الاهلي، لكن عايز اعرف انت ليه ما كملتش لما خرجت اعارة في بولندا في ويلسا بلوك؟ ليه رجعت مصر تاني في وقت اللعيبة في مصر كلها بتفكر في الاحتراف وان هي تبقى برا يعني؟ لا، وانا الموضوع بتاعي كان مختلف شويه، ان انا كنت سافرت، احنا كنا موجودين، كان في طيار في الاهلي طبعا كمان عبد الرحمن طه كمان، فكنا ثلاثه، فكنا دايما يعني الاحسن لينا احنا الثلاثه ان احنا الثلاثه نلعب. فمستحيل يعني صعب جدا ان احنا ثلاثه او ثلاثه اصلا في النادي ياخدوا مساحه كبيره، بالذات لو هم كلهم صغيرين يعني محتاجين يلعبوا وسنهم قريب من بعض يعني. ثلاثه سنين من بعض جدا يعني احنا فئات عمريه قريبين جدا من بعض، فهتظلموا بعض، هتنهوا مسيره بعض يعني. فاتكلمت ساعتها فعلا، انا ما كان جاي لي اوفر حلو في ويسلا بلوك، وكان فرقه ثانيه، بس يعني كان ويسلا بلوك كانت مربوطه شويه بالمنتخب، ان هم الجهاز الفني هناك يعرف الجهاز الفني اللي هنا، رشحوا لي المنتخب، رشحوا لي ان انا اروح ويسلا بلوك بس. وكانت اعاره 6 شهور، ولما رجعت كنت عارف ان خلاص يعني ان الطيار كمان فاضل له سنه، وهو كان بيتكلم معايا ان احنا دايما بندور على وسيله ان احنا نبقى 2 بس، او ان احنا يعني كلنا نلعب بس. ففضلت في الاهلي لان الطيار كان خلاص هيسافر فلفل منتخب مصر المنتخب الوحيد من خارج قاره اوروبا اللي دخل مربع الذهبي قبل كده لكاس العالم لكره اليد يعني. لكن دايما بتبقى في سيناريوهات بتحرق دمي عن نفس انا يعني، اللي هو في اليد ده تحس ان احنا ايه، لولا الكوره دي مش عارف، لولا الرميه الجزائيه دي احنا ناقصنا ايه علشان نبقى احنا لما بنلعب منتخبات قويه زي مثلا فرنسا الدنمارك والالمانيا كده يبقى احنا اصحاب اليد العليا، وان احنا المرشحين الابرز لتحقيق الفوز مش هم. عشان مش ناقصنا حاجه، خلاص انت بقالك سنتين ماشي في التراك ده واكتر كمان. انت يعني الدنمارك بطل العالم، بطل الاولمبيات، انت يعني خسرت منها ضربات جزاء تمام. الاولمبيات اللي فاتت انت كسبان السويد، كسبان المانيا، فانت مش ناقصك حاجه تانية خلاص. انت عندك ما شاء الله ما شاء الله يعني ممكن 10 محترفين او اكتر من منتخب بره، واللي جوه بيلعب اهلي وزمالك، فانت مش ناقصك حاجه تانية خلاص يعني. الموضوع بالنسبه لك يعني انت دلوقتي اي منتخب بينزل قدامك هو بيبقى عامل لك حساب جامد جدا يعني. يعني انت شفت مثلا فرنسا في الاولمبيات نازله قدامك بتخبط وبتضرب، وانت كنت برضه عادي ممكن تكسب ماتش. اسبانيا انت في الاولمبيات خسران منها في الاخر خالص، فلا انا شايف مش ناقصنا حاجه خلاص. بس احنا في الماتشات دي كلها دايما بنحس ان احنا ايه، مصطلح الاندر دوج بتاع الرياضه، ان احنا ايه اللي احنا جايين، الناس دي عارفه ان احنا ممكن نتعبهم، ان انا مش عارفه ان احنا لما هم داخلين يلعبونا ده احنا لا، هم ممكن يكسبونا اكتر ما احنا ممكن نكسبهم. انا شايف الفتره يعني بالذات اخر سنه او اتنين، لا انا شايف الموضوع، لا انا متاكد. يمكن حماد كمان يعني معاشر الفرق بيشوف الفرق اللي بتلعبها اكتر لايف قدامه، انا لا انا متاكد كويس جدا ان هم نازلين عاملين حسابنا جدا. انت الفتره اللي فاتت يعني مين المنتخب مثلا اللي كسبك فرق سكور؟ مفيش بس دايما بتبقى في الماتشات الكبيره تحس انت بتبقى استنزفت يعني في بص لا استنزفت دي بتبقى نظام بطوله او يعني اللعيبه بتتعب، ده طبيعي. انما انت في الماتشات الجامده يعني انت زي ما قلت لك اخر كاس عالم واخر اولمبياد، لا انت في كاس عالم خسرت 8 سويد بس، صح؟ شريط السويد فرق واحد بالعافيه بس احنا اللي كسبانين تمام. الدنمارك يعني ضربه جزاء حاسس انها استنفست دي في الماتش يعني. ممكن كلامك حقيقي فعلا ان انت دايما بتخسر 1-2 في الاخر دي في الاولمبيات، وبرده كاس عالم السويد خسرت في الاخر، وسلوفينيا تعادلت بالعافيه في الاخر. انت بالنسبه للاولمبيات انت بتلعب تقريبا احسن فرق في اوروبا تمام، فطبيعي ان كل الماتشات جامده، طبيعي ان حتى مهما كان الريكفري موجود فطبيعي ان اللعيب في الاخر ده جسم، فاكيد هيبقى تعبان، اكيد هيبقى ارهق، بالذات بقى طبعا انت خسرت من فرنسا فزاد التعب ده نفسيا. انت كنت يعني انت كنت حاطط طموح لنفسك ان انت خلاص بقى ميداليه اولمبيه، ودي كانت عمرها ما اتحققت فرقه جماعيه تقريبا في مصر. فلما خسرت من فرنسا نفسيا شويه مع التعب ده اثر عليك في ماتش اسبانيا، وخصوصا ان اسبانيا ده انت بتلعب بنظام اسباني وهم يعتبر مخترعين النظام، فحتى الماتش ما كانش سهل يعني. الماتش اتلعب على تفاصيل بسيطه لغلط اقل هو اللي كسب الماتش. فانا شايف لا انا شايف عادي جدا ان شاء الله ربنا كرمنا، احنا مرشحين اول في افريقيا، ده طبيعي بالسكواد اللي موجود. تدخل كاس عالم السكواد اللي عندك ده بالمحترفين، في ناس تانية لسه هتدخل، لا شايف طبعا انت تنافس عادي جدا على المربع يعني. يعني انت مين المانيا انت كسبتها فرق سكور في الاولمبياد، السويد كسبتها سكور، سلوفينيا في كاس عالم كسبتها يعني، الدنمارك انت بتمشي معاها جون بجون،
فرنسا الماتش مش بعيد خالص، هو بيبقى حاله يعني اقول لك على حاجه، جون فرنسا مثلا جيراردو كان الماتشات اللي قبلها عادي جدا، هو عادي جدا هو عادي جدا فعلا هو عادي جدا اغلبيه الوقت، هو لعب سنه واحده جامده لما كان في مبليه، دي كانت اقوى سنه لي، بعد كده هو عادي جدا. جه ماتش في مصر تألق، وكريم هنداوي مثلا في ماتش المانيا تألق، في ماتش فرنسا في المخلا يعني كان تألق كريم، والمانيا تألق كريم تمام، وكان في عنصر حاسم جدا مع مصر في في الماتشات دي. بس انا بكلمك بقى ان الجون اصلا بتاع فرنسا بقى له كام ماتش يعني عادي جدا، جه قدامنا سبحان الله قلب. ربنا رزق من واسع يعني فده حاجه غير متوقعه يعني، او يصير ماتش مش متوقع، انما لو كانت مشيت عادي زي ما هي بتمشي معانا في الماتشات دي كنا كسبنا الماتش. انت بطل العالم 2019 تحت 19 سنه يعني في فئتك العمريه، منتخب مصر هو الاقوى، هنكبر او في اللي قبل كده يعني بنلاقي ان دول بقوا في حته واحنا برضو لسه في حته ان احنا الاندر دوج مش اللي احنا بطل العالم لسه. هل ده ممكن يعني هل ممكن هيتكرر تاني ولا لا الجيل ده مختلف بقى فعلا، والمفروض ان احنا على مدار السنين الجايه على الاقل نكون بشكل مستمر موجودين في المربع بتاع كاس العالم؟ طبعا يعني على الاقل اللعيبه اللي كانت بتلعب في المنتخب بتاع جيلي اساسيين كلهم على مستوى عالي، وكلهم دلوقتي بقى موجودين في اهلي او زمالك او في اوروبا يعني. دودو طبعا في نيم وعنصر اساسي في المنتخب، حسن كداح في الزمالك، في مازن رضا في الزمالك، عندهم فيرود ياسر، وعندنا فيرود طبعا معايا ياسر في الاهلي. بص انا شايف اللي بيفرق في الحته دي بالذات يعني نرجع للاجيال اللي ورا شويه، اللي بيفرق في الحته دي كان الاحتراف او الليفل اللي بيلعب فيه اللعيب. يعني انت مثلا ليفل الناشئين والشباب الهاندبول بيبقى قريب يعني ما فيهوش فيه حاجه بدنيا، بتبقى الدنيا لسه شويه. الناشئين بتبقى الدنيا قريبه، الشباب برضو بتبقى قريبه شويه. مرحله بقى الدرجه الاولى دي بتختلف، لان انت كجون مثلا بتكلم على حميد مثلا او عليا، انت تلعب في ليفل في مصر مع احترامي كل حاجه، بس مش زي اوروبا كان نظام احترافي، كان نظام تدريبي، كان نظام لعب، فكل الكلام ده اكيد بيفرق. دلوقتي الموضوع هيبقى مختلف كتير لان الاحتراف دلوقتي بقى سهل. يعني انت بتتكلم اي لعيب في مصر دلوقتي او بالذات في المنتخب عاوز يحترف، لا يعرف يحترف. الناس بقت شايفه ان لعيبه منتخب مصر بقت بتادي عامله ازاي، وان اللعيب ده عنده قدره ان هو يتطور. عندك يحيى خالد مثلا، يعني يحيى كان في الزمالك طبعا لعيب جامد، خرج ما شاء الله دلوقتي يعني انت بص بقى عامل ازاي، يعني هو الليفل اللي انت بتتدرب فيه وبتعيش فيه هو بيفرق طبعا، بيفرق جامد يعني. يبقى هنا ممكن نقدر نقول يا حميد ان الاحتكاك هو تحديدا اللي بيفرق، حته ان هو بيخلينا دايما داخلين بعقليه ان انت لا المرشح الاقوى للفوز، ولا ان انت مجرد واحد عايز تعمل ماتش حلو وتبقى تطلع ان هو خسرت الماتش بس كسبت قلوب العالم، صح؟ هو طبعا كده، بس انا شايف ان يعني مثلا برضو تفرق في شخصيه اللعيب. يعني اللعيب لو عايز يطور من نفسه، عايز يتحسن، عايز يبقى حاجه احسن، عايز يلعب في اوروبا فعلا ويبقى حاجه كبيره، اعتقد ان دي بتفرق يعني من اللعيب المصري على اللعيب الاوروبي. حميد انت لعبت يد ولعبت قدم، وكنت في القدم مش مجرد تلعب، لا انت كنت هداف في الشباب. خليفه احمد يا نهار ابيض والله. والله ده في المنتخب بيشتريني بفلوس عشان العب مع فرقه لازم اسال. طب ايه اللي جابك يا ابني؟ ما انت كنت لعبت في المدافع ولا اي حاجه. والله شايف اني الاصعب اليد ولا القدم؟ يعني الاصعب، لا هي قدم اصعب، بس الجون في الهاندبول بصراحه اصعب حاجه ممكن تقابلك في حياتك بصراحه. انت بالظبط، انا شايف جون قدم لو انت فرقه جامده ممكن ما يختبرش كتير، كتير بس غلطاته بتبان قوي يعني. أيوة. الغلطه بتاعته بتبان. جون اليد انت لعين يعني 60 دقيقه بيتشاط عليك مثلا 40 كوره. هو انا شايفها دي بده حاجه تانية زي ما فيلم بيقول، جون الكوره يعني هو ممكن ما يختبرش، بس انت غلطه واحده ممكن يعني تخلص عليك خالص، وفي نفس الوقت ان انت تفضل مركز 90 دقيقه في ان انت يجي لك كره او كورتين، دي هتبقى صعبه جدا. انما انت كل هجمه جايه عليك وكره برده ممكن تخلص ماتش، فانت على طول مركز ومصحصح. الاثنين ضغط، بس ضغط مختلف شويه يعني. انت بتبقى واقف في جون الكوره لو غلطت واحده ممكن ما تعوضش والماتش يقفل عليها خالص. جون اليد الضغط ان انت هتشوط مثلا عليك 40 كوره مثلا، ولا في ماتش مثلا اكيد مش هيدخل 30 مثلا، فالموضوع برضو يبقى صعب ان انا لازم اصد مثلا على الاقل 15 كوره، فازاي تجمع نفسك انك تصد 15 كوره؟ الموضوع طبعا لا هو ضغط مختلف، بس الاثنين صعبين يعني. انا شايف الاثنين صعبين، بس ده رايي، ما اعرفش حميد بقى. لا رايي من رايي، اعدل عليك طيب ولا ايه؟ لا